بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أنكر نبي الله موسى عليه السلام، أنكر على فرعون منته اللي تفاخر بيها على موسى أمام الحاضرين لما رحلوا سيدنا موسى إلى القصر بعد غياب حوالي 10 سنوات، وبدأ إنه يتكلم معاه ويبلغه رسالة ربه. بدأ فرعون إنه يمن على سيدنا موسى إنه هو كبره ورعاه ورباه في قصره، حتى أصبح بعد كده أمير القصر وابن فرعون بالتبني. فاعترض سيدنا موسى على ما قاله فرعون، ورد عليه موسى إنه بما معنى إنه كيف تمن علي بإحسانك وإنت استعبدت قومي وجعلتهم عبيد وخدم عندك. عايز يقول له أنا ضحية من ضحاياك، لأنه لولا تذبيحك وقتلك لبني إسرائيل لتربيت مع أسرتي وما ألقت أمي بي في اليم، فأنت أحسنت إلي في مقابل إساءتك إلى بني إسرائيل. وزي ما جاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ونخلي بالنا من نقطة مهمة جدا، إن سيدنا موسى عليه السلام بيذكر هذا الكلام لفرعون في بلاط فرعون، في قصر فرعون، وده موقف مش سهل على قلب سيدنا موسى عليه السلام ولا على قلب أخيه هارون عليهما السلام. لذلك أمر ولا تنيا في ذكري، موقف شديد جدا. كل ده أرسل به سيدنا موسى عشان يبلغ فرعون وعشان يستنقذ، من أجل أن يستنقذ بني إسرائيل. وشوف بعد كده ماذا سيصنع هؤلاء بنبيه. التكذيب مش من فرعون بس، وكان من غالبية بني إسرائيل بعد ذلك. بننبه إلى هذه النقاط ضروري عشان إحنا بنفهم وكذب موسى، بنفهم وكذب موسى من خلال استقراء واستحضار قصة نبي الله موسى عليه السلام
في القرآن الكريم كله عشان نشوف كيف كذب موسى عليه السلام. بعد كده بدأ فرعون في تغيير الموضوع في الحوار بتاعه مع سيدنا موسى، وده تحسه من السياق الآيات اللي جت توصف هذا المشهد. فبدأ فرعون يسأل موسى عما أرسل به، قال فرعون: وما رب العالمين؟ فرد عليه موسى عليه السلام بثبات ويقين، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأجابوا سيدنا موسى بهذه الإجابة اللي هي إجابة حاسمة قوية، يعني فقد بيها فرعون كل حاجة كان بيدعيها وبيزعمها لنفسه من كونه إنه هو ربهم الأعلى، وما قدرش يرد على سيدنا موسى ولا بكلمة واحدة. وكذلك بهت جميع الحاضرين، وتضاءل فرعون جدا في أعينهم جميعا، وظهر قدام الحضور بعجزه الشديد أمام ما قاله موسى عليه السلام. أما سيدنا موسى عليه السلام فكان يذكر الله بقلبه ولسانه، وكذلك معه أخوه هارون، لأن احنا لو فاكرين سيدنا موسى في صحراء سينائنا المصرية المباركة سأل الله تعالى إنه سأل النبوة لسيدنا هارون عشان يكون معاه وعشان يشد من أزره وعشان يعاونه في أمر إبلاغ الرسالة، لأنه أمر فرعون مش بالأمر اليسير ولا الهين. فالاثنين في هذا الموقف كانا يكثران من ذكر الله تعالى، وهما يقفان بقوة وثبات وبيتكلموا بحجة شديدة لا أحد يجرؤ على مقاومتهما. وحين اندكت حجة فرعون التفت إلى أتباعه فرعون من الوزراء والأمراء الحاشية بتوعه اللي في البلاط الفرعوني عشان يستعين بيهم على التقليل من شأن سيدنا موسى حاشاه عليه السلام. فقال فرعون، هو دلوقتي فرعون ما عندوش حجة، وسيدنا موسى بيقول له، لما فرعون بيقول له: وما رب العالمين؟ فقال له: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فطبعا فرعون هيرد يقول إيه؟ فيبتدي بقى، لأنه أهل باطل مش أهل حق، هيعمل إيه؟ يبتدي يتعاون مع الملأ في إن هم يسخروا من سيدنا موسى. فقال فرعون متهكما هازئا يريد إنه ينتقص ويقلل من كلام موسى عليه السلام إلا أذهل به الجميع. فقال فرعون له كما قص علينا القرآن الكريم، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ مش سامعين اللي هو بيقوله ده؟ شايفين موسى بيقول إيه؟ سامعين بيقول إيه؟ وبيقولها بأسلوب فيه سخرية، وإنت تقدر تشوف المشهد قدام عينك كأنه كده مشهد إنت بتشوفه من خلال ما قصته علينا سورة الشعراء في مشهد اللي رسمت مشاهد هذا اللقاء الخطير بين سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام وبين فرعون. طبعا فرعون استعان بالملأ والحشفة والبلاط بتاعه الفرعوني، وما أدرانا كيف كان هذا البلاط وكيف كانت هذه الحاشية الكبيرة والعظيمة. لم يستطيعوا أن يعينوه، ولم يمتلكوا حتى جواب إنهم يقدروا يردوا على ما قاله موسى، ولا عرفوا حتى يردوا على اللي قاله فرعون ليهم: ألا تستمعون؟ وسارع سيدنا موسى ونطق بما هو أشد بمنتهى الجرأة والقوة، وقال كما قص علينا القرآن الكريم في سورة الشعراء. مستمر سيدنا موسى في سوق الحجة تلو الحجة دون التفات للتفاهات اللي كانت بتتعمل. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. الأول قال لهم ده رب السماوات والأرض، بيلفتهم لآية الأكوان، آية الكون قدامهم، الآيات المنظورة اللي تستدعي أي عاقل بيفكر فيها إلى الوصول إلى الخالق العظيم الذي خلق وأبدع. فهو بيحاول يسحب القلوب والعقول، يلفت النظر إلى الآيات الكونية كي يعقلها هؤلاء الغافلين. بدأ بعد كده يقول لهم:
هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقكم أنتم كمان وأبائكم وأجدادكم، فهو خالق الكون وخالق الإنسان وخالق كل شيء. ها هو نبي الله موسى يعرف الجميع كما قص علينا القرآن الكريم، يعرف الجميع بربهم الحقيقي الله تعالى جل جلال الله، الواحد الأحد الفرد الصمد المعبود بحق، الذي خلق كل شيء وأمد كل شيء بأسباب البقاء. فمن هذا الذي يدعي لنفسه الربوبية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قاله سيدنا موسى ده خلع به ما كان يزعمه فرعون لنفسه، كأنه خلع عن فرعون حالة إنه كما كان يقول أنا ربكم الأعلى، فنزعوا من حالة دعاء الربوبية. وعشان كده طبعا محدش كان يجرؤ يقول كده لفرعون، دهش نفسه فرعون من اللي قاله موسى، حتى جميع الحضور من الحاشية، لأنه اعتبرها طبعا كانت جرأة شديدة، والجرأة دي في حد ذاتها خلت إن فرعون يتضاءل في أعين الحضور جميعا، حتى إنه كاد فرعون يفقد أصحابه، يفقد أعصابه. وبعد كده بدأ يقول للملأ حوله ساخرا متهكما، بدأت الوتيرة في الحوار تشتد. الأول قال لهم ألا تستمعون بطريقة فيها سخرية، إيه اللي هو بيقوله ده يعني؟ وبعد كده بدأ يعلي الأمر في إنه يتهكم على سيدنا موسى ويسخر من سيدنا موسى. طب رد على سيدنا موسى، بتسخر ليه وتتهكم ليه؟ وهو طبعا فرعون في هذا المقام كان بيحاول إنه يكتم غيظه وغضبه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. استغل فرعون إن سيدنا موسى عليه السلام بيكلم فرعون وبيكلم الملأ بتاع فرعون أتباعه، فنسبه رسولا إليهم، يعني وهو يسخر من سيدنا موسى أمامهم، يعني كأن موسى جاي رسول ليهم هم، هو مش جاي رسول ليه هو، يعني كأن موسى لم يرسل إليه ومعاه سيدنا هارون، إنما هو أرسل إلى الملأ. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هكذا سخر أو سخر فرعون من موسى عليه السلام، وأراد إنه زي ما نقول كده بيلعب بالكلام، لا هو مش جاي لي أنا، هو جاي لكم أنتوا، لأنه مش ما عندوش حجة يرد. لكن في الحقيقة سيدنا موسى ما جاء ليسمع سخرية، وما جاء يجادل هازئا، ولا إنه يرد بسخرية، ولا إنه يسخر من أحد، لأن يعني هذه هي أو هذا الحال هو حال أهل الحق. أهل الحق ليست هذه طريقته. أهل الحق صاحب الحق له سلطان بمقاله وبفعله، مش محتاج يسخر من حد، مش محتاج يقلل من قيمة حد. اللي بيعمل كده دي طريقة مين؟ أهل الباطل، دي طريقتهم، يسخر منك وانت بتتكلم، يتريق على حد هو مختلف معاه مش عاجبه، يبتدي يأوله كلام، يبتدي يتقول عليه أشياء، يسخر من شكله، يسخر من أسلوبه. طب انت لو مختلف معي، لأنه الاختلاف سنة بشرية، حتى أبناء الجيل الواحد بيختلف، حتى أبناء البيت الواحد بيختلف، وليس من آداب الخلاف والاختلاف إن احنا يسخر بعضنا من بعض. فسيدنا موسى، لأنه طبعا إذا كان لدى الإنسان حجة ولدى الإنسان برهان ولدى الإنسان دليل، فلا يحتاج ليهزأ، فلا يحتاج لأن يهزأ بأحد، ولا لأن يسخر بأحد، ولا يحتاج إلى أن يهين من أمامه أو أنه يقلل من شأنه، لأنه صاحب الحق صاحب حجة، صاحب دليل، صاحب الحق جاد المقصد، منضبط الحديث. وسيدنا موسى عليه السلام رسول كريم، مبلغ جاد، صاحب رسالة، لم يكترث لرد فرعون الهازئ به، بل عاد وركز في حواره الجريء مع فرعون وملئه. سيدنا موسى مشغول بالقضية بتاعته، مش مشغول بتفاهات لتعترض، ليلتفت إلى التفاهات فتعترض تركيزه في إبلاغ الحق وتوصيفه
والتأكيد عليه بأكثر من عبارة، فقال له موسى وهو يمسك بعصاه بشدة وقوة، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نعم، أمعن سيدنا موسى في التركيز على ما أرسل به، لم يعبأ بسخرية فرعون، حتى لما اتهم فرعون موسى بالجنون كأنه ما قالش حاجة قدام سيدنا موسى، كأنه لم يقل شيئا، لم يقل شيئا بالنسبة لسيدنا موسى، وسيدنا موسى كمل توصيفه وشرحه وبيانه، أكمل موسى ما أرسل به من عند ربي أو من أجله. وده واضح جدا جدا في سياق سورة الشعراء اللي بتحكي هذا المشهد وتفاصيل هذا اللقاء بدقة بالغة. شوف فرعون بيتهم موسى بالجنون، وشوف رد سيدنا موسى عليه ايه. يعني هو بيقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، ده كلام فرعون. سيدنا موسى عليه السلام قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. ده بيقول ايه وسيدنا موسى بيقول ايه؟ سيدنا موسى ماض في الحق الذي يبلغه ويبينه ويوضحه، ودايما اصحاب الحق كده لا يلتفتون. دايما أهل العرفان وأهل الله كانوا يعلمونا ويقولوا: الملتفت لا يصل. يعني الإنسان هو في طريقه ماض يبلغ الحق، يؤدي الحق، يقوم بالحق، هيعترض أشياء كثيرة، لأن إحنا في الحياة الدنيا. يقول لك ملتفت لا يصل، لو التفت للترهات والتفاهات مش هيوصل للهدف اللي هو نفسه يوصل إليه. فتتعلم ده من قصة سيدنا موسى عليه السلام. فرعون بيستفزه ويسخر منه، فيقول لقومه: ألا تستمعون، ويتريق عليه، وبعد كده يوصفه بأنه يسخر منه ويتهمه بالسحر ويتهمه بأشياء كثيرة. وسيدنا موسى مواصل بيان الحق، مشغول بالمهمة بتاعته، لا يشغل باله سخرية الساخرين، ولا يعبأ بما كيف ينظرون إليه، كل همه في المهمة اللي هو عاوز يؤديها قدر طاقته على أكمل وجه. لذلك استمر سيدنا موسى وكأنه مش سامع فرعون بيقول إيه. ثبات سيدنا موسى بهذا الوضع وقوة الحجة انهار أمام هذا الحق الذي جاء به موسى، انهارت كل حجج فرعون الباطلة، ولم يبقى أمام فرعون إلا إنه يشهر بقى السلاح الأخير بتاعه، والسلاح الوحيد اللي هو البطش والتهديد. فهدد موسى وتوعده بالبطش، وتوعده بالبطش وبالسجن، وقال له: قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ده تهديد مباشر كده، الحوار بلغ أقصى ذروة من بداية التهكم إلى السخرية المباشرة إلى التهديد بالسجن، لو إن موسى عبد إله آخر هكذا كما قال فرعون. وكان فرعون بيسجن خصومه في بئر عميقة جدا مظلمة، لا يبصر المسجون فيها ولا يسمع أحدا حتى يموت. وكان سجنه ده بالصورة دي أشد من القتل نفسه. ومع ذلك ظل نبي الله موسى عليه السلام متماسك هو وسيدنا هارون أمام تهديد فرعون له بالسجن. وصدق ربنا وكذب موسى، صدق الله العظيم.